اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده من برنامج صناع القرار. كلنا ملاحظين تطورات كبيره بتحصل على المستوى الاقتصادي المصري في الفتره الحاليه. في حاله كده من نوع اريحيه للمواطنين، خصوصا ان الاسعار ابتدت تهدى. الناس في الشارع بقت بتقيس استقرار الاقتصاد بالاسعار، واسعار السلع الاساسيه كل يوم بتنزل. يمكن مش في احسن حاجه، ويمكن لسه في منتجات وسلع محتاجه تنزل برضه، وده اللي هنتكلم فيه النهارده. لكن الامور بتتحسن بشكل تدريجي، بس يا ترى المستجدات الوضع الاقتصادي هتقول لنا الدنيا رايحه على فين؟ نشتري دلوقتي ولا نستنى؟ نحط فلوسنا في بنك ولا نستفيد من الفايده العاليه؟ ولا لسه الفايده هترتفع تاني؟ اسئله كتيره بتدور في دماغ المواطنين. احنا معدل الفايده عندنا ارتفع ل 27.25% بعد قرار البنك المركزي في مارس اللي فات برفع الفايده 6% مره واحده. مستوى التضخم برضه ارتفع في مارس الماضي ل 35.7% بعد كان مسجل في فبراير الماضي 29% فقط. الارقام دي هتتغير للاحسن للاسوأ، كل ده هنعرفه من تحليلاتنا في الفقرات الحواريه اللي هيكون معانا الدكتور العزيز الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي المعروف. كمان الواحد مهتم بشكل شخصي باهالينا واولادنا المصريين في الخارج اللي يعتبروا العصب الحقيقي للاقتصاد المصري وخصوصا في الفترات السابقه. هما ليهم طلبات كتيرة والحكومة مش بتأثر في أي حاجة تخصهم، بس احنا جايين نبرز مطالبهم الجديدة وطرق وآليات تنفيذها. عشان كده هتنورنا ضيفتنا المحترمة النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في المصريين في الخارج. هنطلع فاصل قصير ونرجع لأولى فقراتنا الحوارية واللي هينورنا فيها الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور مدحت نافع.